السلام عليكم تلاميذ الأعزاء متابعي قناة جوست لينايت، نتمنى بخير وبصحة جيدة. إذا اليوم سأقدم لكم عفوا هذا الفيديو الذي سنحضر فيه فقرة حول المغرب مخصصا سنة أولى ثانوي. إن شاء الله راح تستفادوا من هذا الفيديو. شاهدوا للأخير، اعزوا القناة على زملائكم لدعم الفائدة، ولايك للفيديو إذا أعجبكم، وديسلايك إذا لم يعجبكم. المهم قيموا حتى أعرف الاهتمامات للتحسين إن شاء الله. حسنا، الآن سنبدأ بالموضوع. على من يتكلم الموضوع؟ قالنا هنا شاك سيزون ديزاغ، في كل فصل شتاء أنفوا أن فور في دو غريك، نرى موجة كبيرة من مرض الغريب كي توش تو لي كاتيغوري دو جون، الذي يمس كل فئات الإنسان، الشباب وإلى ما غير ذلك. غيديه السؤال هنا، قال لك غيديه إن باراغراف، عبر حفر فقرة pour expliquer لي تفسر à vos camarades la nature، لي تفسر لزملائك la nature، النوع أو طبيعة لي symptoms. لي symptoms هو نفس النسمي وثاني الأعراض. le traitement possible، العلاج الممكن de cette maladie saisonnière عفوا لهذا المرض الفصلي. دونك عندنا هنا بعد لا كوريكسيون راني دير كوب فيها فكا، راح نقراها لكم ونشرحها لكم اون ميم تون. لا غريب اي اون مالادي سيزونيير، مرض فصلي كي توش تو لي كاتيغوري او بيان تو كاتيغوري دو جون سون اكسيبسيون، بدون يمس كل فئات الناس بدون تخيير. انفون اطفال ادوليسون مراهقين، بيرسون اجي ناس كبيرين، شيخوخة الى ما الشاب الشيخوخة يعني تماما، لي فام النساء الى ما غير ذلك اكسيتيرا. Et surtout ceux qui possèdent une immunité faible. خصوصا الذين عندهم مناعة سيئة قليلة يعني. لي سيني قلنا لكم لي سيني هما نسون لي سيمبتوم، لي سيني دو سيت مالادي سون نومبور، أعراض هذا المرض كثيرة. عندنا لا فيغ، الحمى، لا تو، الدوخة، l'éternuement dans les différents cas. Donc la rougeur de nez, c'est l'anf, les vomissements, le taqiyo hajakon, max à la tête, wajah, perte de goût aliment, انعدام حاسة التذوق، والشم ايضا، ليكولمون نفسها هذيا، اي دي دولور ابدومينو اللي هي الاوجاع في يعني اوجاع عامة الابدومينو، أوجاع في الأمعاء، الأمعاء الدقيقة والغليظة معا مع بعض. pour traiter هذو هما كانوا لي سيمبتوم، لي سين الأعراض. أنا نستعمل سيمبتوم بصح باش تجيكم أسهل كتبتكم لي سين، تحبو تكتبو لي سيمبتوم ما كاش حتى مشكل. pour traiter la grippe، لمعالجة la grippe il faut d'abord aller consulter un médecin. يجب أولا زيارة الطبيب، أو بخوندر دي زيرب ميديسينال، ولا
تقول كيف يقولوا أدوية أعشاب دونك أعشاب طبية. فا إكزومبل عندنا تيزان إي تي، تيزان تعرفوها، و تي لاتاي تي يعني تعرفهم هادو. إي بور ميور بريفونسيون il faut faire la vaccination contre la grippe. من أجل أفضل علاج يجب التلقيح ضد la grippe. إذا كانت هذه فقرتنا لليوم، للمزيد من الدروس تابعوا موقعنا ستجدونه في البود انفو. إذا وجد خطأ أعلموني في الانستغرام، هذا هو الانستغرام نتاعي تلقاوه تماما في لابواد انفو. في النهاية نقول لكم كتبوا هذه الفقرة باش تبقى لعندكم. إذا قال لكم البروف تاعكم ديروا لي اون باراغراف سور لا غريب تكون واجدة عندكم، تحبوا تزيدوا حاجة من عندكم زيدوا حاجة من عندكم. إذا هذا هو الفيديو نتاع اليوم، عبارة عن باراغراف سور لا غريب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتفهموا الشرح. آسف على استوعب بعض الأخطاء في القراءة. إذا نلتقي إن شاء الله في فيديو لاحق. تابعوا قناتي، ولأسئلتكم هذا الانستغرام يكون في صندوق الوصف. إذا لم يكن عندكم انستغرام أنا أجيب عن كل الأسئلة في التعليقات. بالتوفيق لكم في الدراسة. دمتم في أمان الله وحفظه. Goodbye.